رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. باب التخفيف ركعتي الفجر خفيفين لخفيفي أي باب إيه لبدا ركعات الفجر ككهريسا وبيان ما شيء عدنتي سيقرأ فيهما لبدا ركع بحبو بلغو أقريم وبيان وقتهما وقت بودا العدي لبدا ركع عدد وقت قلتو كده وحل بودا أقريم يمر الله لمرك لبدا ركع عدد الصبح كهري لتكني إن خفيف لبدا معناها أن لبيرين ويا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقو أهابي تري يصلي متك بركعتين لبركع عدد خفيفتين أفرد بين النداء والإقامة أذانك أقمك أنت أضحي سأو من صلاة الصبح صلاة الصبح متفق عليه. وفي رواية ورنك لقالهما مسلم إي بقاري قصدا وحي أهاب يصلي وتكنى ركعتي الفجر إذا سمع الآذان مكو آذان كما قال فيخففهما وأن خفيف جري لبدا ركعات أمرك صلاة الصبح لآدام وتكنى وخفيف جري حتى أقول إلا أن اسمه هل قرأ فيهما ما كبح أقري بأم القرآن أم القرآن وفاتح به فاتح إنو كو أقري إنكال شكين جري سوء خفيفنا. وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر لرد ركعات الفجر كأي تكن جري النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الآذان مركو آذان كما قال ويخففهما وما خفيف جري. وفي رواية إذا طلع الفجر مركع الفجر كل شهر أنت ما أذكر هذا معنى إذا طلع الفجر إذا سمع الآذان بين الآذان والإقامة بين النداء والإقامة ومن صلاة الصبح كل وأذكر وقتي. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله كان وحو أهابيتر إذا أذن المؤذن مؤذنك مركو أذان للصبح صلاة الصبح وبداء صوم ظاهرة بشاء الصبح الصبح صلى ركعتين لبن ركعات أي تكنجر النبي خفيفتين أو خفيفة لبن ركعات أو فضت أو خفيفة أي مركة كان متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان الرسول يقول أهذي ترى إذا طلع مركو بشو فجرك صلى متك به إذا طلع صلى الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. كان رسول الله رسولك الله يقول أها صلى الله عليه وسلم إذا طلع صلى الفجر مركو بشو صبحا من صبحة كذا لا يصلي من تكنجر إلا ركعتين خفيفتين لبن ركعات خفيف أو فرد ما هي وحكى لمكة من تكنين أنت صلاة الصبح أوصل تكنين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله يصلي من الليل هذيك يقول تكنجر مثنى مثنى لبن ركعات ويؤتر وحول كل تكنجر بركعة هالركعات من آخر الليل هذيك آخر كيساء ويصلي وتكني الركعتين لبرك عبادنا قبل صلاة الغداة صلاة صبح الظهر وكأن الآذان بأذنيه وكأن وحد مدسو إدد الجنة الآذان آذانك
أذان كان أقيمتان كان لو مجيدا دي أدريه أين سئني كيالي معناها إنه لأقيم هذا هذا السوء قد جاسين هذا أوكره أيات أم ليس سمرك أخفيفينه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها يقرأ متكو أخرية في ركعتي الفجر لبدا ركعتي الصبح في الأولى تنهر منهما لبدا ركعتي مدوبة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وآية التي تاسو في البقرة سورة البقرة كجرتا قولوا آمنا بما أنزل إلينا آية سوك أخرين جري وفي الآخرة آية ركعة دنبع منهما لبدا ركعة كمد أهم وحوك أخرين جري آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وأيوك أخرين جري وفي رواية في الآخرة ركعة دنبع وحوك أخرين جري التي تي وآيدي في آل عمران قال عمران كجرتي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواهما لبدا ودنا وحاوري مسلم مركع عيدك وركع عدك وادنا وحوك أخينا يقول آمنا بما أنزل إلينا فسورة البقرة يقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله عيدا وآل عمران وعن أبي هريرة أن الرسول الله قال وحي القرأ وأخري مدد في ركعتي الفجر لرد ركعات الصبح كهرسا قل يا أيها الكافرون إي وقل هو الله أحد رمز بحديث كوري الركعان فاتحة كذب كافرون كأخري ركعة لرابن فاتحة كذب قل هو الله كأخري تان مركا ويسو أررتي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال يقولي رمقت حان أكور قري النبي النبي صلى الله عليه وسلم شهرا هل بل بند بسعود أكور قري وكان يحو أها يقرأ في الركعتين قبل الفجر صلاة الصبح كهر لبدو ذركع بدون متكو أخرية قل يا أيها الكافرون يقول هو الله أحد رواه الترمذي وقال حديث حسن أنا حصورة قال إنه قلت يذا تارتنا تنو كأخرنا تارتنا إمر مرنا لبدي آيات يبقري آل عمران سمرك صوت الماني باب استحباب سنين لسنة يباب كيبي والبجاع إن لجفت بعد ركعتي الفجر لبدي ركع على صبح مرك لتوك لكذب قفت إنه أجفته على جنبه الأيمن هنا إيسا منك تعا إيو الحف قدال اللي بدي عليه كركير سواء كان هذا قفك تهجد من تهجد كذي ابدالي بالليل هذينك ام لا بسماية حتى هدوسا تهجد كني انت صلاة الصبح لآدامه انت ان تكلم ركع بيقوت كذي انو ان يسمينك تا اصحب واجيث ان هرداهي وحيب او خفيف اواصلني فقال قاربا وحي تلمانين ليه وحا انك جنب ملك تالي وجه فنيا ولأجل تذكرة يحسس قبر المركعة عن عائشة رضي الله عنها قال بوحي تركان النبي لن يوحو أها صلى الله عليه وسلم إذا صلى مكوتك بركعتي الفجر لبدا ركع ذو إصلاة الصبح كهريسة ارتجع وحي فجري على شقه الأيمن من إنس ملك تاء رواه البخاري وعنها ولوا عائشة قالت وحي تركان النبي لم يحو أها صلى الله عليه وسلم يصلي كذا فيما بين أن يفرغ انت اطلحي صلى قد الله ومكو كبح من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة كو يتورك على يصلم وأسلم من بين كل ركعتين ولبرك عبود قصت انت ابن حيصة السلام عليكم بوديه جري ويؤتري فيكون تنجل بواحدة مت فإذا سكت هدو آمسو المؤذن مؤذنك من صلاة الفجر صلاة الصبح آذانك إذا مركو أميوك آمسا أو تبين له أي أعبات مدد الفجر فجرك إنو بشي وجاءه المؤذنك نؤي ماذا ويبه أبي ازدياره والتكرر قام وإستاذ جري
فركع مركاسة وتكنا ركعتين لما ركعوه خفيفتين أوفد فرد ثم رجع كبن أجي ثاني على شقه الأيمن إن إنسان افتأه هكذا سلام مركاوة المامة يا صحابي أنا عائشة هكذا حتى يأتيه إلا أغيم هذا المؤمن أغيسيها للإقامة أقنك أغيسيها للمؤمنك رواه مسلم بحديث كان وريه قولها أولي قولها بهذا الكيبي يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم ساسة وصف معتي ومعناه حمول جيدا من سلام نقصن جري بعد كل ركعتين لما الركعات كستوى مركوت كذا من سلام نقصن جري وعن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا صلى أحدكم أحكي مركوت كذا ركعتي الفجر لما الركعات الصبح كهريصا فليضجع هأجفته على يمينه من التيسة بنقيس من التاها أسيحه رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة قال الترمذي حيلي وحديث حسن صحيح باب سنة الظهر دورك السنة ليسي أي باب إيها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت وانت كذب يري مع رسول الله رسول كنيعي ركعتين لبرك عبوه قبل الظهر ذوك كهريسا إلى ركعتين لب بعدها كبن بيسا متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان وقوءها لا يدع من كتج أربعا أفر ركعات قبل الظهر دور كهر تيسر وهو البخاري صلاة دور كهر أفر ركعات كانت تجري وعنها قالت كان النبي من يصلي من كتك في بيتي بريجية قبل الظهر صلاة دور كهر أربعا أفر ثم يخرج كدب يسودحا فيصلي بالناس دقوا دورك بجنائي ثم يدخل هدن يسودحا فيصلي ركعتين لمن ركع رب يمركة كنائي وكان يحوها مريض يصلي متكبب بالناس بمد جياه بالناس دك المغرب صلاة المغرب ثم يدخل هدن يسودحا يمريا فيصلي ركعتين لمن ركع رب يمركة ويصلي بالناس هذا نبتك دجنة بالعشاء ويدخل بنتي مرد يسود له فيصلي ركعتين ولمك عد أيها دلتكين أيها الله مسلم وعن أم حبيبة رضي الله عنها قال بوحيتني قال رسول الله رسولك أن وحي صلى الله عليه وسلم من حافظ قفك إلانية على أربع ركعات أثر ركعات وقبل الظهر صلاة الظهر كهر إيه وأربع أفر وبعدها كبن بيسا حرمه الله إلى وحوك حرام تنينيا على النار نارتا رواه أبو داود يوتمني وقال تمني وحيري حديث حسن الصحيح وعن عبد الله بن السائب أن الرسول الله كان يصلي أربعا أفر أن تكنجر بعد أن تزول الشمس أنت سنطرح بالزول الأيسان إيراني وقبل الظهر دور كهرتي وقال يحير إنها ساعة لا ساعة تفتح فيها لفرة أبواب السماء سمر الباب هيدا فيحب وحن جعلها أن يسعد لي إن يكرته فيها سمر يفر للإحديدة عمل صالح عمل فيها عمل في عن إيكر كل إيبابه أي أنجع لها رواه تلمذي وقال حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان إذا لم يصلي أربعا أفر هدين سنتكين قبل الظهر ظهر كهرتي صلىهن بعدها كذب أي تكنجري رواه تلمذي وقال حديث حسن طوى سنة بذهرك باب سنة العصر عصر كسنة سيباب أي إليه يا ترى وعن علي بن أبي طالب كان النبي نبي روحها يصلي مثلك قبل العصر صلاة عصر كار أربع ركعات أفر ركعات يفصل بينهن وحكوك لسار جري بالتسليم سلام على الملائكة المقربين ملائكة المقربين تقول سلام إلى من تبعهم انتهى أحسن من المسلمين والمؤمنين معناها يفصل بينهن بالتسليم حقول الجيدة أفرت ركعات لبل بتكمل وسلام نفسنا إليه كبدنا الله ركعه
رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال: رحم الله الله قم حارست امرأ شخص صلت كذي قبل العصر عصر كفرتي سأربعا أفرك عضوت. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. سيدي غدا ملها عصرك سمع راتب وحكبا بين مجرى وحيانها انكره إلا تلماما قبل العصر لليحي كل واستحباب يومي إن معها السنود الراتباء هرئ يقلال بالنبى لهمبا سيدرت الباو حال لليحي قف الله لقف كيت كذا عصر كهرتي أربعا رحم الله إليها من حريستو. وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله كان يصلي بيت كذا بيئها قبل العصر ركعتين. حديث كالله كيا ضعيف رواه أبو داود بإسناد صحيح أيوه يلي لكن حنا نريد السند ضعيف. باب السنة المغرب بعدها وقبلها صلاة السنة المغرب هرتي رؤية جلاشي غير تقدم في هذه الأبواب. باب يالكا وحان يغسو هرمري حديث ابن عمر حديث ابن عمر وحديث عائشة يا عائشة حديث كيدا وهما لبدوهما صحيحان والذي حديثه صحيحا أوها أن النبي نبي صلى الله عليه وسلم كان يحوأها يصلي مت كذا بعد المغرب مغرب ككذب ركعتين لبرك عبود لبرك عبود أيوت كنجري. وعن عبد الله بن مغفل عن النبي قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وما ينبغي سبح جير تكذا مغرب كهرتيسه تكذا مغرب كهرتيسه تكذا مغرب كهرتي. قال في الثالثة مركز بحامنا لمن شاء خفك غلل ويري رواه البخاري. إذا صنبها اعتبار مغرب كأي لها ويكدم بيساء ويكدم بيساء فاعتبار إذا كهر يالتو كنكرا واصل لمن شاء. وعن أنس قال لقد رأيت حن أركي كبار أصحاب رسول الله رسولك أصحابتي سكوه وما صلى الله عليه وسلم يبتدرون أيضا أكل الدبدلها أيضا أكل الدبدلها الصواري تيرك عند المغرب مغرب كأكتيسة رواه البخاري. عند صواري محيط أبو الدبدلها صاري واصطيام ذا مولجي غايو وحي فران إن أي كبكتان سترة سادرت المغرب كمركة لأدينون تيرك استوان ودنك أي أكل ترتمي جرين سي سترة كبكتان انت كبني أي كتكتان صلاة سنعة. وعنه قال كنا وحنا وهي نصلي كنت كذا على أحد رسول الله رسولك وقت نيسى ركعتين دون تتنجني بعد غروب الشمس مركة رحبة بعد كذب قبل المغرب مغرب بهرتيسى ونخرك انت آمن لتك من كهر لبرك عباد أيها تكنجر ميوان حلقي النبي أيوه فقيلة وحنير أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ميوان تكنجري قال إذا كان يرانا نصليهما أنا وتكنن من أركي جري فلم يأمرنا من أمريني ولم ينهانا من نذهبيني راتب وعي أبكي تكلم النبي جري عافنا تكلم ما به ما لم يشاء عدي رواه مسلم. وعما قال كنا بالمدينة مدينة وهي أجرني فإذا أذن المؤذن مؤذنكم مكو آذان للصلاة المغرب صلاة المغرب يبتدرون أما ابتدروا وحي أكل بكبد جرين الصوار يتيرك فركعوا ويكتك مهيين ركعتين غير ركعته حتى إن الرجل الغريب إلا منك غريب كأه مسافر كأه لا يدخل المسجد مسجدك أوصاد له فيحسي أم الإنهي أن الصلاة قد صلي صلاة إلا تكذيب إن مخرك لغب حي أي مولي من كثرة من يصليها ذاتك تكني بمن تودي وذاتك الذنب اللي تكني مالك يا السلام المقصدان منك غريب كأه بمنك كي يبي حالة أن نسعن هدو المسجد كصاد له وحي أم لينيا إن صلاتي مغرب كلت كبيرة رواه مسلم. بعد سنة العشاء بعدها وقبلها سنة عشاء لتكرهرتي في قداشي في محاقب حسن باب كحديث ابن عمر السابق إن نصه هرمري
صليت وهتك بين عن النبي لبدا معجلس ركعتين لبركة عبوه بعد العشاء عشاء وكذب يحديث عبد الله بن مغفل بين كل آذانين صلاة أيوب الدنيا لبا آذان قصدوا آذان وقمتاني صلاة بغب حيسا متفق عليه كما سبق سيما صهر مرتيبة باب سنة الجمعة جمعة سنة بيضاء أي باب إلي فيه باب كوحا قصر الحديث ابن عمر السابق أنه صلى إن تكلم عن النبي من جميع صلى عليه وسلم ركعتين إلا من ركع بعد الجمعة جمعة كد متفق عليه وعن أبي هريرة قال مغيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مغيري إذا صلى أحدكم الجمعة أحد لكم جمعة تكذب فليصلي بعدها أربعا كذب أثرها تكذب أفرك على الجمعة كذب تكذب الله مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كان وقعها لا يصلي مدى تكذب بعد الجمعة جمعة كذب حتى ينصرف إلا أكذب يومه وفيصلي ركعتين بيتكنجر في بيته بالنساء رواه مسلم حديث قال الله بحوت المانيا وربك على ابن لي بردي سكت كذي جمعة كذي كارم حوت المانيا أثرك على ابن تكنعي قفك هدو جمعة كبح كذي وحيرا بهم في المحادثين ذا وحلو لجهي ذا قفك هدو كنت كان المساجد كان سنرى وانو أثرت كلا في عام أثرت أن الله إلا به أت كذي أن هل التحيات أصنعي لا لو أيولي كرا لكن بردي سمكو كنت كان إن الله ورك على أت كذي صوت حلوهم هذه المسألة تورك عليك وكتك تؤس صنعة بطا العلم لهم باجراء وحي أقا ضنايا لن يرك عليك دونك اللي قولي إلا بطا من استرائيه وهذه العلم إساء الصنعين اللي ديدي سر لك لفصلية ويبو إذا الصلاة بجمعة لن يرك عليك لي إني تهي إني تهي أفر بيك درا يا قفك مزاك كنت كنايا قفك نسي يريد إذا كنت كنايا إلا الله برك عليك كنايا ساسا مركا ونكسن باب استحباب سنوك ونجل ونجل باب كذلوال يعلم نوافي سنوك إن لغيه في البيت دريا سنوك إن دريها اللي قلت كذافي عن سواء وحاسك مدأة الراتبة إلى غيرها سواء راتبتها أهاتو أنا غير كذا إذا الأمر فرد يسترى بالتحول كبيرت أنا كالغيب لما فرت السنبة من موضع الفريضة نقش قفك يجب كأكتك لإنه كوريده أو الفصل أن أقب حيسيه بينهما سنن يواجبك إحبوده بكلام هبل سائل صنعيه وحالا لهذا يا بابك سننك إن بلهم لقدت كذا خبل بغل ساسا في عام هذه سورة قلتها هي ها أهات سنن راتراء وإنت هذا مسايدك سوء آدم سنن قد يدن بريا كتك مركا تكبح لما بريا كان لكن مسايدك لقدت كذا بك مجره لكن واصل في عام إن فرد لزفرة إن قفك كبيرة سنة مكوة كان هي من موضع الفريضة مش واجب كنت كذي مثل ما كان بعد تكتي دوركي أنا عصركي أنا لها أنا مقربكي السلام عليكم السلام عليكم باليري مركي لسلامة مقصدي كذي إسلامركي إنت استهكتو ماشي كنت كتي واجب كهقص ميساني محاسن ميساني كبير والأمر بالتحول وري أبح أما دلال أسوى أبح أما منك كلا إيقين عاجة جوغة سو بدل إيقين عاجة كين أسنى بين إيسمر أما ما يقبال أهتك إن غفو كتو كدو أما إنو كوكا لفصليه وإبه حيسيه هلل السلام عليكم السلام عليكم مركي الواجب كلا قبحو هريها كإستاجي وهر هذا الشعر أولا براي ما صمد يواجب كنا كلا قفنيه تاسو أولا جيدا عن زيد ابن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يري صلوا تكنا أيها الناس الضغوا في بيوتكم برهنين كتو كذا فإن أفضل الصلاة صلاة أفل برهن صلاة المرء قفك صلاة يسوى يؤو كتو كذا في بيته برهيسة صلاة برهن لكتو كذا أفل برهن برهنين كتو كذا إلا المكتوبة واجب كما هم إلا صلاة واجب كمؤمن أنت تقولها كنت كذا أما صلاة واجب كأه واجب كأه هكنت كمين بريها أمزها كإمارة تفعون عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا يلا من صلاتكم صلاة محجبة
في بيوتكم بريهم يالا قيد صلاةها كمت أهجريها جي وسمين كي ولا تتخذوها حكي ولا من بريها كبيرا قبورا قبورت من جنة كذو قبورا من لجوت كميني بريها كنت كذا معنى سأسأل الله كذا متفق عليه. وعن جابر قال قال الرسول كفر إذا قضى هذا طبيعي قلت أحبكم متين صلاته صلاتي سفي مسجده مسجدك سأكت كذا فليجعل هيالا لبيته قلت سمسيبا قطع من صلاته صلاتي سكمتا فإن الله إلهي جاعل ويلي في بيته قلت من صلاته صلاتي سأكت كذا خيرا خير بألا وبغياي رواه مسلم. وعن عمر بن عطاء أن النافع بن جرير أي أرسله في أدرك إلى صائب إلى صائب ابن أختي ابن أختي منه يسأله معناها عن عمر بن عطاء من كله مجعابه أن النافع ابن جرير أي أرسله دري عمر بن عطاء إلى صائب ابن أختي منرعة يسأله أصبح سوء الدينية عن شيء شيء رآه أكو أركيه حديث معاوية معاوية في الصلاة صلاة بله ذا فقال يحلل معها شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم هذا يري وان أركي صليت وانت كذي معه معاوية إذن سأيان الجمعة جمعة لتكذي في المقصورة مقصورة أيام كلتو كذي مقصورة ودار أما مقصورة مساجدك أي صورة جل إلي بلجيه فلما سلم الإمام مركو الإمام كسلام مفصلي قمت وان استاغي في مقامي مقام كيبا استاغي دويري مركي الإمام السلام عليكم السلام عليكم يري إسلام مركي ماشي أولو السلام مقصدي أيام فعي فصليت وانت كذي فلما دخل مركي أوغلي معاوية أرسل إلي أدب إيصو بري فقال يقول إيري لا تعد هؤلاء قني لما فعلت حسن السيد مرضا بحسنين هؤلاء قني أيضا صلاة لغد حي إسلامك ها استاجن وها تكني إذا صليت هديئتك الجمعة صلاة الجمعة فلا تصليها ها تكني بالصلاة صلاة حتى تتكلم إلا أبهدشو أو تخرج أنا أبهدو فإن الرسول الله أمرنا بذلك أنت سنل من أمر جري ألا مصلي إنا من تكن بأن ألا موصل إنا من محيريني صلاة صلاة واجبة بالصلاة صلاة كل السنة حتى نتكلم إلا أن هذا أو نخرج أن إلا أن بحنا رواه مسلم بحديث كروري باب الحث موارد يبرى رجل مسكوب برى رجية باب أيوه على صلاة الوتر صلاة الوتر كا إيوى بيان أنه سنة إن سنة متأكدة إيوى بيان وقته وقته صلى الله عليه عن علي رضي الله عنه قال يوحي الوتر صلاة الوتر كأه ليس معه بحكم واجب وكالصلاة المكتوبة صلاةها واجب كسي حكم إيه وكلا معها ولكن سسن رسول الله رسولك الله جليل صلى الله عليه وسلم قال يوحي لنبي إن الله وتر إله وتر سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وواحد والله وتر أهل يحب الوتر وتر كن يجعله أو فوتر وتريا أو صلاة وتر كات كذا يا أهل القرآن أهل القرآن كي ذك أريد القرآن كأخلي القرآن ككتب كذا وتر كت كذا إلى وتر يجعله رواه أبو داود وترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قال روحي تريد من كل الليل هلين كستا قد أوتر ويتنجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل هنيك بالله كيسا ومن أوسطه بحبحات كيسا ومن آخره بآخر كيسا وانتهى وحو كسو بمعلي وكسو انتهنجر وكسو انتهنجر وكسو انتهنجر وكسو انتهنجر وكسو انتهنجر وكسو انتهنجر
إلا السحر إلا حلو سحور متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال اجعلوا يالا آخر صلاتكم سلادي من مدة أبدا بيساء بالليل هل إنك أتوك نيسان وطرا وطر كبير متفق عليه. سلادة أبدا بيساء وطر همك تعال أبي سعيد القدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا وتري قبل أن تصبحوا أنت بياد بني سني طهر رواه مسلم. إلى واو هدون بري وتر مجرو وتر هدون كبيكو إبيهي أم هدون عند الله وطن قلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقوها يصلي متك بسلاته صلاة سب الليل هدونك أي تكني وهي أيضا معترضة معترضة أيضا ضدًا أن يكون ضدًا بين ظهرتيسه فإذا بقي الوتر وتر هدو أسهر أي قضها يكعينه رسولك عائشة فأوترت ويوترني سيمركا إنه وترسو إنه وترسو إنه وترني سمعنها إنه وتر كلتكتو ونبي واتي عائشة لا ضهي وحو إنه جري هذي أنسو جيدو كالا إلى وتري هذي أنهر داوين اسككي بين جري روح مسلم. وفي رواية له فإذا بقي الوتر وترك هدو أهرا قالوا إنه جري أمي كالا أوف أوتري إلى وتري أوترك إلتك يا عائشة 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 كالا صلاة وتري دا إلتك سأسمك إنه جري ومر الله لمرك صلاة ساعة وغسوا الضحى هذه أنسو جيبنا حدثني ولا شكي سنيا هذه أنهر داينا واسككي داتي جري رسولك صلى الله عليه وسلم. وعد ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيري بادر الصبح صبح كنبك بدأ بالوتر وترك وترك انتو سن صبح ابن قطة لم تكذا كلامر مرة معناها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن الصحيح. وعن جابر قال قال رسول الله من خاف قفك كعب صلاة الله يقول إنه كئواي من آخر الليل حبيبك آخر كيسة فليؤتر أوله هاي الكلمة أسكى وطرية هذا برد وينتهي وهذا كئي كريم قيام مليك حتى أسكار مرسان ترتام انت القيام كان يسكتكتو وطر قادر يسكتكو ومن طمع قفك دمع تقرى ورجعين هيا أن يقوم آخره آخر كيسة إنه كعام فليؤتر هوتري آخر الليل هذينك آخر كيسة فإن صلاة آخر الليل صلاة دو هذينك آخر كيسة ذلتك ذو مشهودة وذلك أفضل ومشهودة ومن لسوء إيماناي ومثل مشهودة ومثل لسوء إيماناي وذلك أفضل تاسعنا فلنبهن ولا تحلق سبدالس وحلق على اختيجون ذا اسكو إيمانيان روح مسلم بحديث كامري انت سؤون حيث المانيان صلاةها وطرقا فلقا يقيمها ويناد أوليها باب فضل صلاة الضحى صلاة الله قمنا عاب صلاة الضحى وصلاة برقبه فلقا أولانها إيو بيان يقلها انت أولي عبين العدي وأكثرها انت اغبنا ووسطها لانت بحبحات اهلا ميقى بحبحات صلاة الوتر ميقى سعودة وميقى سعودة والحفي بيادة المسكود بيادية على المحافظة عليها إلا إلالية صلاة دالة ومغا عالة صلاة الضحى. وعن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صاحب كيبا يبردارني صلى الله عليه وسلم بالصيام ثلاثة أيام سدح مع نفسهم كودة من كل شهر بالكسبة ولمعلمها اللي قمنا على أيام البيض ورأي الترن سدح الترن هي أثر الترن أما سدح الترن أثر الترن شنف الترن حمية بما عسي عبدو أي جفتور أي أثر لبضن بل والبع سدح ما نور لغا الصومة أي صاحيك الإيبر بارمي وركعتي الضحى إلا من ركع ضوضو بحامي إيبر قضى المركة وأنت كذا معناها أنت كذب يصبح وحن كل أبدا يستبه بحنيه على كل السلام
حبن والبقو من أحدكم أحكين كمن صدقة صدقوا فكل تسبيحة تسبيح كست صدقة وصدقوا وأمر بالمعروف معروف كفرتان كيس صدقة ونهي عن المنكر منكر كأول الرئيس صدقة وهي جزء حكا هي من ذلك أرنتا هو جزء وحاجبه هي من ذلك أرنتا والإيثار أما والإيثار دورتين قبل النوم هردد أرتي ظل دورته ألا يتريه وإيثار يتريه ألا يتريه قبل النوم هردد أرتيه إنما يستحب حل السنية لمن لا يثق بالاستيقاظ قفك أم كل صوم إنك آخر الليل والإيثار وترينتا لو تري قبل النوم هدر هرتي إنما يستحب لمن قد لا سنيا لا يثق أن كسون كتب بالاستيقاظ إنك آخر الليل فإن وثق حديث قفك إيكو كالسوية هل إنو آخر كهدي هرين كيكا فآخر الليل أفضل هرين كآخر كيسا قبل بل معنى بذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنو يصبح يصبح وحاكو يبدل استعى على كل سلام حدن والبقو من أحدكم أحدكم كنقة ومن الصلاة حدنها اللي لجي رأي صدقة صدقة فكل تصبيحة تصبيح استصدقة صدقة وأمر بالمعروف معروف كل أمر صدق الله ونهي عن المنكر منكر كل أمر صدق الله ويجزئ حق بدأ من ذلك أرنت ركعتان لا ركع يركع هنا اوقف كتب من الضحى برقبي رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يصلي الضحى بالبرقبي تكب أركعا أفر ركعتين ويزيد ما شاء الله انتو دون إلهين وكزي بن جري وعن المهين فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت وخيتني ذهبت حنسو آبي إلى رسول الله عام الفتح فوجدت حنهلي يغتسل أصغ قريصانية فلما فرغ بكو قمي من غسل القريس كيسا صلى يؤمت كذي ثمانية ركعات سدد ركعات لذلك ضحى ضحي أهي إذا لو ركعاتنا ويقول ارتهي أفرنا وابح بحاب سيدنا ويقوب منتهي متفق عليه وهذا مختصر وحديث غابا وفضح بالروايات مسلم من هيدا ومر الله على مركي منكي أي من جلسي على أوباء كي إمان فسي يمعه وحكى الموجر تبع فانخلت الحلال أطلاف على الدين أنا منك بالبادية وفتح مكة والمهم تيري كجرة سوف يستع ما يكن إمان كوك سي يمعه وحكى الموجر برمتك وحفت مريد وتبكي أي أردت أردتان بكشة كيسي مركاسي تيري يا رسول الله علي بن أبي طالب يحوها باقل يديله ما أنه من ينجري قد أجرنا ما أجرت يا أم هاني وأهي رسولك ما أقبعته ما قدتك إيه مجرت كي أدباد سيوان دبادني ما نطابن كرا علي ساس رسولك صلى الله عليه وسلم ساس أي نبي تلمامي تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس ومقابا ضلما مختلف رسول سعودا حد ربي يرهده way bannaanta hay oo la tukan kara mar hadii qorxu soo baxno qoto ila zawaalka laga gaaro waxa safan badan salaad dadu xaqiin la tukano marka uu bacaad ku kululaado marka bacaad ku kulan noqdo mar dibna ay xaga gubtaan xadis baan noogu imaan doonaa qorxu markay soo kordhi qoto ama bixada meesha lagu joogto wabillahi tawfiq allahu aalam.